مريض خلع مفصل الكتف، دايما السؤال اللي بيتسال اول لما مريض كتفه بيتخلع، ايه اللي بيحصل في وقتها، وهل بعد كده بنحتاج ايه، وهل هيتخلع مره تانية ولا لا؟ اول خلعه بتحصل للكتف لمفصل الكتف، اول حاجه لازم المفصل يترد. في الاغلب بيحتاج يترد في مستشفى وفي عمليات وفي تحت بنج، لان عمليه الرد بتبقى مؤلمه. بعد اول خلع للكتف المريض بيتحط في حامل ذراع لفتره معينه من 3 لـ5 أسابيع، وبعد كده بيرجع يتعمل تأهيل وحركة كاملة لمفصل الكتف. امتى بنلجأ لعملية لإصلاح الغضروف بتاع الكتف أو الحافظة؟ لما يحصل خلع متكرر، يعني لو المريض ده خلع مرة أخرى من تاني مرة، بنلجأ لفحص المريض وعمل رنين مغناطيسي عشان نشوف ايه سبب الخلع مرة أخرى. هل هو قطع في الغضروف والحافظة بتاعة الكتف، ولا في حاجة تانية مأثرة معنا، زي مثلا ان ممكن الغضروف يبقى اتقطع مع جزء من العظمة، حاجة بنسميها البوني بانكرت. وعلى اساس ده بنحدد ايه نوع التدخل الجراحي اللي هيناسب المريض ويمنع الخلع مرة اخرى. نوع العمليات اللي بنستخدمها لمنع الخلع مرة اخرى، اشهر نوع فيهم اللي هو منظار الكتف، ان بنلجأ لفتحات صغيرة في مفصل الكتف نستخدم فيها المنظار اللي هو بيبقى بالشكل ده، عدسة تدخل بنشوف منها مفصل الكتف وبيتركب فيها جهاز وبنشوف مفصل الكتف قدامنا على شاشة التلفزيون. وبنستخدم حاجة اسمها خطاف. الخطاف هو الجزء الأخير الصغير ده، بيبقى جوه العظمة طالع منه خيوط. الخيوط دي بتصلح الحافظة والغضروف بتاع الكتف، يمنع الخلع مرة أخرى. والغضروف ده بيبقى مدفون جوه العظمة وما بيحتاجش يتشال بعد كده وما بيسيبش أي أعراض. في نوع تاني من العمليات للخلع المتكرر للكتف بنستخدمه في مرضى معينين، اسمه نقل العظام، عظمة الكوراكويد، والعملية دي اسمها لاترجي. بننقل العظمة دي اللي هي الكوراكويد، بتتحط أمام مفصل الكتف بحيث يمنع الخلع مرة أخرى. بس زي ما قلنا أشهر نوع هو نوع المنظار اللي بنصلح فيه الحافظة والغضروف للكتف. نيجي بقى للجزء اللي بيهم المريض، اللي هو بعد العملية ايه الدور اللي مطلوب مني، هرجع شغلي امتى، هل هقدر ارجع امارس رياضة تاني، هل انا معرض ان يحصل خلع مرة اخرى. دي اهم الاسئلة اللي بتخص المريض. بعد العملية المريض بيخرج في حامل ذراع، كتفه في حامل ذراع، وبنبدأ معاه تمارين حركات دائرية لمفصل الكتف عشان ما يحصلش تيبس، بنأكد على تاني وفرد الكوع عشان ما يحصلش تيبس في مفصل الكوع، وبنبدأ بعد كده التأهيل والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات. بنأكد عليه الحركات اللي ممنوعة في أول 3 لـ5 أسابيع اللي ممكن تؤدي إلى خلع مرة أخرى، ونتجنب السقوط أو الخبطات أو الحوادث اللي ممكن تؤدي إلى خلع مرة أخرى. المريض بيرجع شغله بدري، بس طبعا بتفرق حسب طبيعة العمل لكل مريض، يعني اللي عمله مكتبي غير اللي عمله فيه شيل وحط بيتأخر شوية في الرجوع. وبعد فترة العلاج الطبيعي والتأهيل المريض يقدر مسموح له يرجع يمارس الرياضة تماما. العمليات دي بتتعمل كتير لمرضى الفولي بول الباسكت، بيرجع يمارس رياضته بشكل طبيعي 100% وما بيبقاش فيه أي تأثير على الكتف ده. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.